اليوم نظمت الوكالة الوطنية لتتمين البحث العلمي والتكنولوجيا أنفرودات ورشات عمل تحت عنوان الهندسة العكسية كطريقة الامتلاك التقنيات واحد مصادر الابتكار في عالم البناء. La reverse engineering c'est une voie royale, c'est une voie d'apprentissage qui est très très importante. D'autres pays l'ont emprunté, ont réussi. On ne devrait plus tarder pour y aller. C'est réellement la voie la plus sûre et la plus encadrée pour avancer aussi bien dans la production des biens industriels que pour faire de la recherche utile. هذه الدهانات الذكية المطورة حديثا من طرف مؤسسة الدهن طورت في إطار لو ريفرس انجينيرينغ ديفورميلاسيون، منها الدهانات المضادة لانتشار الحرائق لي بانتون انتيفيوج، الدهانات الانتيميسونت التي تمنع انتشار الحرائق، الدهانات ضد البكتيريا فونجينيل التي تمنع انتشار البكتيريات، كذلك هناك دهانات ذكية لي بانتور بور فاساد لي زاكريفوب، لي بانتور اباز دو سيليكون ديستيني سبيسيالمون بور لي فاساد، كذلك الدهانات الذكية اوتو نيتوايونت بور السيارات اوتو نيتوايونت.